اهلا وسهلا فيكم مره جديده، رجعنا لكم اكيد بعد الفاصل مع فقره التجميل والموضه مع آية برقابي. كيفك آية؟ الحمد لله تمام. رزان شو الاخبار؟ الحمد لله. شو هالاحمر الحلو انت وبنسى اليوم؟ كيف انا بنسى اليوم؟ بلتين بالحظ مش عشان البرد مو ملبين. طيب اليوم آية ساعدت لورينا لحتى تختار هديه لزوجها حبيب عشان الفالنتاين. خلينا نتابع. اليوم اجينا انا وآية على جيفت سنتر مشان تساعدني آية اشتري هديه لجوزي لبكره للفالنتاين. انا لهلا ما جبت ولا اشي وبدي عمليه انقاذ منها. خلينا نشوف شو رح نشوف وشو رح نقي مع بعض. الفالنتاينز داي لكل حدا بنحبه، عشان هيك انا اليوم رح اساعد لورينا تلاقي هديه لزوجها، بس كمان رح نشوف شو بنقدر نشتري هدايا لكل حدا بنحبه بحياتنا. لورينا، بما انه كلنا احيانا نستصعب شو بنقدر نجيب للرجال اللي بنحبهم بحياتنا، اشي كتير سهل وكل حدا بيقدر يلبسه هو الكفلينكس، عشان هيك اليوم احنا حابين نشوفهم. صح 100% وتايمليس بحس الكفلينكس، يعني دائما بيقدر يلبسها الزلمه ما بتروح موضتها. اكيد. وزي ما احنا شايفين هون في عنا اكثر من ستايلز، انا حابه تحكي لي ايش الستايل اللي بتحسي ممكن حبيبي يحب. شوفي حبيب جوزي يعني اكثر كاجوال، عرفتي؟ يعني بتضايق بس يجي بده يلبس بدله او قميص، كثير بتضايق. بس برضه بس يجي بده يلبس بدله او قميص بيطلع كثير هيك انيق. حبيت كثير لقيتها هاي، يعني بحسيتها ممكن تكون كلاسيك. طبعا هم سيلفر، طبعا سيلفر. وانت بتعرفي قديش انا شخص كلاسيك. لورينا، بما انه اوريدي هون بتيفاني اند كو، لفت نظري كثير اشياء حلوه هون، كثير خفاف وناعمين وكثير حلوين ومناسبين لاي حدا بتحبي تجيبي لهم اياه، فلفت نظري هذا الخاتم اللي هون. والله انا كلهم لفتوا نظري. اي اذا بتكسر اي حبيتي انت آية؟ قادرة اتخيل اي حبيتي كثير. اكيد آية اللي فيه دايموندز. انا كثير حبيت الدايموندز. خلينا نشوف شو في عندنا اوبشن ثانيه. يلا ثانك يو فادي، يعطيك العافيه. اهلا اهلا. لورينا، فكره ثانيه كمان كثير حلوه وسهله ممكن ننساها بعض الاحيان، الحزامات والوالتس، وبالذات هاي البراند اسعارها بمتناول الجميع وكثير حلوه لانه الجلد تبعها طبيعي. جاوبتي قبل ما اسالك، بدي اقول لك الجلد طبيعي وسعرها منيح. هو الجلد طبيعي وسعرها كثير منيح وبمتناول كل حدا بده يشتريها. ممتاز. آية، هذا البلت لفت نظري لانه على وشين لونين. بيتبدل الحزام تاعه البوكله من هنا وبتقدري تلبسيه على البني وعلى الاسود او مش انت اكشلي جوزك. هاي لجوزي اكيد. بالضبط. وبتزبط على جينز وبتزبط على بناطيل بدله. بتزبط على، بتقدر تكون فورمال، بتقدر تكون رسميه كاجوال زي ما بدك. والوالتس كمان انت شوفي هذا المات الاسود كثير لفت نظري على فكره، كثير حلو لانه البوكله غريبه بالضبط ومش زي كل شيء بنشوفه. صح. حتى الوالتس يعني لو بتشوفي اللي عندك عندنا هدول ري لذر، جلدهم طبيعي، كثير الكواليتي تاعتهم منيحه. جميل كثير. فهاي فكره كثير سهله انه تكون موجوده، يعني بتاخذي والت وبتاخذي حزام وبكون ما بتدفعي كثير هالرقم الكبير. بالضبط. وبتكون اسمك جبتي هديه كثير مرتبه يعني وكواليتي وبستفيد منها. اكيد جزك. اكيد 100%. صح. وكمان من نفس البراند هي كروس، عملوا تعاون مع فراري، فهاي لسات كثير حلوه انها نوت بوك للحدا اللي عنده مكتب. نوت بوك وبيطلع معه القلم تبعه. كثير شيء حلو، كثير فكره حلوه انه تنهدى، شيء غريب مش كل حدا بيحبه. صح، خصوصا الشعر. للرجال اللي بيحبوا السيارات كثير، وهي ممكن تزبط معي لانه جوزي كثير بحب السيارات. بالضبط. خلينا نشوف شو في عندنا افكار ثانيه. كمل. يلا هلا، الشيء اللي ممكن كل حدا بيتجه له لما يفكر بهدايا للرجال هم الساعات. صح. فاكيد ما بنقدر نتغاضى عن هذا الشيء اليوم. اكيد. رح تشوف في ساعات كثير حلوه وعجبتني، حسيتها ممكن كثير تلبق وتكون حلوه كهديه بالفالنتاينز داي. ففي عندنا هدول الساعات، هم من ريموند ويل. في عندنا هاي البلاك، وكمان عندنا وحده ثانيه هناك اللي البنيه. انا كثير بحب الجلد وبرضه جوزي كثير بحب الجلد. انا كثير بحبه كلاسيك، ما بتحسي انه بيروح ستايله او ما في وقت ما بتقدري تلبسي فيه جلد.
حسيتها بتقدر تكون فورمال وبنفس الوقت كمان بتقدر تكون كاجوال لانها مرتبه بس بنفس الوقت الجنس كمان بيخليك تقدري تلبسيها كاجوال حتى هيك بتحسيها شغل بزنس ميتينجز وهيك امور بالضبط بالضبط كثير حبيتها وهلا كمان ساعات ريموندويل في بعض الساعات اللي عندهم عليها خصم 60% والله هذا الشيء حلو كثير للناس اللي جعبالهم يشتروا ساعات يجوا يشوفوا شو الستايلات الموجوده ستاتي رجالي ستاتي رجالي اكيد لرينا بما أننا كمان عم نحكي عن الساعات السبور في هدول كمان من زديق انفولتيه في منهم المينا العسلفر أو أبيض والأسود كمان فبتحسيهم هز أند هرز يعني بتقدر تجيب واحدة إلك واحدة لجوزك كتير بطلع حلوين يونيسكس هم بالضبط بالضبط كمان إذا حابة في عنا إحنا سكين كير ميك أب بيرفيوم جوا كمان بتقدر تستفيد منهم تأخذ منهم وهلأ عشان الفالنتاين عاملين سيتس جديد فيهم كمان حاطين فيهم أكثر من أوبشن و كثير حلوه يعني بتناسب كل حدا يعني في بقدر الاقي الاوبشن اللي بدي اياه طبعا انا بتلاقي شيء سكين كير وبتلاقي شيء في ميك اب بتلاقي في شيء بيرفيوم كثير بحب هذا الجديد عملنا كثير حلو حلوه رينا بما اننا عم نحكي على الساعات هون عندنا اوبشن ثاني اكثر شوي سبور عشان الاستيك تبعهم ربر فعنا هون هاي من فستينا صراحة كتير حسيتها حلوة, كتير حلوة. لما كنت عم تحكي عن ذوق جوزك حسيت إنه هاي ممكن تعجبه في عنا هون الجاس كونكت هاي كمان تشبك على الموبايل سمارت واتش بالضبط هي سمارت واتش كتير حلوة كتير سبور كمان حلو ستايلها حسيتها إنه لأنه أسود أكيد طبعًا بلبع كل شيء وسبور فسهلة تنلبس يعني في كمان هدول اللي شوي أكتر out of the box شوي أكتر هيك أجرأ بالضبط أجرأ في عنا الكحلي مع الروز جولد هدول كمان نازلين جديد من كتير جريئة هاي وهاي آخر واحدة نوتيكا فكتير هدول حسيتهم كتير حلوين إنهم يكونوا سبور وكاجوال تعرفي أي رح أختار أنا لسه بدي أحكي لك إيش تختاري احذري حسيت انه يعني بتعرفيني انت هلا اني انا شخص كلاسيك وراح اختار لجوزي اكيد شيء كلاسيك وهي كثير حلوه وبين سبور وبين شيء اكثر شوي مرتب عشان هالسيلفر وكل هالاشياء كثير حلوه فهاي اوبشن كثير حلو ومن كمان بما اننا عم نحكي عن قص في عندنا هدول كمان الخواتم عيني عليهم انا من لما بلشت احكي عن الساعات وانا بتطلع تحت الساعات كثير حبيتهم وهدول كثير شيء خفيف سعره كثير مناسب لاي حدا بده يشتري لامك لاختك لالك كتير حلوين وكتير حلوين انه يلبسوا اكثر من شيء 100% انه ستاكن مع بعض كثير بيطلع تعالي نجربهم ايا خلينا نجرب انت على طول عرفت انك رح تروحي على الروز جولد لا قلت بدي اشوف من دائم هذا واخذ هذا بس قلت يلا غير شوي خليني اجرب اليلو طلع ما انعمهم كثير حلوين حلوين مع بعض كمان كثير حلوين تحطي لون مثلا حتى السيلفر بيطلع حلو خلينا نشوف السيلفر بدك الوايت انت السيلفر بيطلع حلو الروز جولد كتير حلوين انهم يلبسوا مع بعض اذا حتى بتحطي كل واحد على سايد ايوه على سايد بيطلع كتير حلوين كتير حلو الشكل بيطلع كتير حلوين عن جد بالضبط انا كتير بحب هذا الستايل وجد سعرهم كتير كتير مناسب لاي حدا بده يشتري فهدول هدية بحسها كتير مناسبة وكتير حلوة وسيمبل واي حدا رح تعجبه لانه مش شيء كثير معجب صح وبتقدري بالاخر تهدي حالك بالضبط يعني عيد الحب كمان الواحد يحب حاله اكيد عشان هيك هلا بدنا نشوف كيف نقدر نهدي حالنا بعيد الحب يلا خلينا نشوف لرينا بما اننا هلا صرنا شايفين كثير افكار ايش نقدر نجيبهم للرجال في اكيد نقدر نجيب للستات بحياتنا زي امهاتنا اخواتنا هون في كثير كولكشنز حلوين هاي لفتت نظري بالتحديد هون كثير رايقه كثير اليجنت وسيمبل حسيتها هيك كثير حلوه هديه لام 100% الالوان الوان ام روز جولد انت كثير بتحبيه صح كثير اليجنت حتى لون الحجر نفسه كثير فاتح وهادي كثير حلو كثير وفي عندنا كمان اوبشن ثاني الاكثر شوي ممكن نحكي عصري او فانكي او لا مثلا اخواتنا او هيك حدا اصغر شوي صح. هي من كارل لاغرفيلد في عندهم هدول شو حلوه هالكولكشن شو غريبه كثير حلو صراحه والشيء كمان الحلو انه الاثنين كارل لاغرفيلد وادور احجارهم كلها شوارفسكي فكثير الكواليتي تاعتهم حلوه وبنفس الوقت اسعارهم معقوله يعني انا كثير استغربت بس حكولي شو الاسعار لاحظت مثلك وزياده على هاد كمان حكولي انه عندهم اوفر بتشتري قطعتين بتكون الثالثه فري وصلتني اس ام اس فكثير حلو هذا الشيء حبيتها لا حبيت هاي الكولكشن كثير حسيتها غريبه خلينا نشوف شو في عندنا بعدين يلا كمل يل.
لورينا، بما أننا شفنا الجولري هلا اللي نقدر نهديها، إشي كمان نقدر نهديه للأمهات أو حتى أخواتنا أو أي حدا بنحبه بحياتنا؟ البرفيومز إشي كتير كتير حلو، حبيت هون في سنس كتير حلوة بروبرتو كافالي، قلتي لي أنت استخدمتي أشياء منهم. أنا استعملت هاي واستعملت هاي بالزمانات، كتير حلوين. أنت حبيتي هاي؟ أنا هاي كتير كتير لفتت نظري. ليه حبيتيها؟ كتير غير عن كل إشي أنا بحبه، يعني أنا بالعادة بحب إشي فلورل هيك، هاي شوي فلورل بس حسيت فيها إشي هيك سويت فيها إشي زي فانيلا، صح؟ كتير حلو الريحة، وغير عن كل إشي أنا عم بستخدمه فحبيته كتير. مع إنه البرفيومز إذا بتفكري فيها كتير بيرسونال، يعني كتير موضوع شخصي، صح؟ فلازم تكوني عارفة الذوق الشخص، إذا بحب الأشياء الفلوري، الأشياء الفروتي، السبايسي، مشان تقدر تجيبي لي. أكيد وأكيد الناس اللي بنحبهم بحياتنا بنكون نعرف عنهم هذا الإشي، هاي فكرة كتير حلوة إنه نجيبها لحدا. Very nice. Thank you. لورينا، بما أن اهتمينا بكل حدا بالفالنتاينز داي، ضل نهتم بحالنا إحنا، صح؟ أنا الإشي الصراحة الكتير كتير بحبه العناية بالبشرة والسكين كير برودكتس، كتير كتير بحبهم. فرانيا، أحكي لي إيش تقدري تنصحيني إني أشتري اليوم؟ بس بدي أسألك قبل، أنت تستخدمي دائماً فاونديشن؟ دائماً للتصوير دائماً بحط فاونديشن. في عندي برودكت جديد اللي هو من الأبيرويال ووتري أويل، هذا بتستخدميه تحت الفاونديشن تقدري أو مع الفاونديشن، دايركت بيعمل لك ليفتنج وفيرمينج، هو أنتي إيج وبنفس الوقت بيعمل لك مويسترايزنج ونريشنج للبشرة. وإذا كومبلمنتري بقدر أعطيكي كمان، في عنا فيشل روم، في سيشن يعني فيشل بعطيك إياه، هذا فري يعني لما أشتري البرودكت. يس 40 كثير حلو هذا الشيء من عنا، من فبتكوني عم تكافئي حالك مرتين. عم تشتري حالك برودكت وكمان عم تعطي حالك نفس البرودكت تستعملوه بالفيشل. واو، أنا في شغلة بدي أفرجيك إياها. أحكي لي. اللبستيك اللي قلت لك عم أفرجيك إياه. تذكري أي لما قلت لك إنه في لبستيك ما بيطلع من شنطتي؟ ودائماً إذا بتنتبهي بالاستوديو محطوط جنبي. دائماً دائماً دائماً. هذا هو. هذا أنا كتير كتير بحبه. هذا من غورلا اسمه روج جي. هذا آية الحلو فيه إنه بتحطي الألوان اللي بدك إياها وبعدين بتفتحي بتلاقي المراية جوا، فهذا خصوصاً للناس اللي بيشتغلوا بمجالنا، يا الله ما أحلى على السريع. وفي ناس دائماً بضلهم يضبطوا اللبستيك تبعهم، فهاي كتير براكتيكال. لورينا صراحة كتير سليت معك اليوم، وأنا أتمنى تكوني أخذتي أفكار إيش تقدر أكيد عرفت، خلص أنا ببالي تقريباً عارفة اللي بدك إياه. وكمان عرفنا كمان إيش نقدر نهدي لك كل حدا من حياتنا. Thank you. وأتمنى كمان تعملي معي تقارير تانية بالمستقبل. أكيد رح أعمل تقارير كثيره بالمستقبل. ثانك يو كثير آية على وقتك عن جد. ثانك يو، يعطيك العافيه. الله يعافيكي. يعني بعد اللي شفناه لورينا لازم تعملي المستحيل عشان حبيب ما يحضر هاي الحلقه، عشان ما يتوقع ايش ممكن تجيبي له، عشان ضلها مفاجاه اليوم. بل هي خلص بالضبط. الاشياء اللي شفناها بكيفت سنتر عن جد خيارات رائعه يا صبايا، يعني في من كله آية، صح؟ يعني من جولري لساعات لاكسسوارات، وغير الاسعار يعني في اشي اذا بدك تقيل وغالي، بس في اشي كمان كتير بمتناول كل حدا وكتير سعره معقول. هذا الاشي انا حبيته. كان في اشياء جد كتير سعرها منيح واي حد بقدر يشتريها. حلو، حتى الشباب يعني اذا بدهم افكار لهدايا بقدروا يجيبوا ميك اب، صح؟ حتى حكينا احنا بعد ميك اب احنا صح صح كثير بياخذ من الراتب. 100%. وهم الحلو انهم عاملين باكجز كمان، تقدري تلاقي في باكجز للفالنتاين عاملينهم، فيهم مثلا كذا شغله، كذا غرض، اشياء ميك اب، اشياء كريمات للوجه وهيك، فكل شيء بتلاقوه هناك بالمحل، يعني بسهوله بقدر الواحد يختار. طب آية، بدي اسالك قديش اختيار الهديه مهم حسب الاهتمامات وحسب الحاجه؟ هلا اكيد هذا الاشي كتير مهم. هلا انت اكيد بتحبي حدا، المفروض تكوني انت انفولد بحياته، تكوني فيها، بتعرفي شو بحب شو ما بحب بالضبط، شو هواياته، شو الاشياء اللي بيعملها. يعني ممكن مثلا ما بعرف، تليفون انكسر بحتاج تليفون جديد، هذا الاشي على حسب هذا الاشي هذا الاشي على حسب الحاجه. او مثلا بده والت جديد، محفظه زي ما شفنا، حزام، في كتير اشياء لقيناها كانت حلوه، فهي حسب الحاجه. او كمان حسب شو الاشياء بحبها، مثلا في ناس بحبوا يجمعوا ساعات، في ناس بحبوا زي ما شفنا كيف الكفلينجز اللي كانوا موجودين، فبتشوفي شو اهتمامات الحدا عشان حتى تكون هديه جد تعني للحدا، ومش انت بس عم بتجيبي هديه عاديه. صح صح، هذا اهم شيء اكيد 100%. آية، زي ما بنعرف طبعا بكره بيثائب انه الفالنتاين، وفي اكثر من ناس نقدر نعبر لهم عن حبنا، مش دائما بس للزوج او للزوجه، صح؟ او للخطيب او للخطيبه. حلو كمان تعبري عن مشاعرك دائما لامك، لابوك، لاخوانك، لصحباتك يمكن. اكيد اذا بدنا نقسمهم كفئات،
ايش نقدر نعطي هيك افكار للناس، ايش نقدر نهدي كل وحده من هدول الفئات؟ هلا الحلو اللي حبيته في جيفت سنتر انه موجود في كل شيء، يعني زي ما بتشوفي اول ما بلشنا نركز على الهدايا اللي للرجال اللي بحياتنا، يا ابوكي اخوكي زوجك، كان في كتير افكار حلوه وكان في اختيارات اكثر من ما توقعت. يعني هلا ممكن الواحد يفكر عطر ساعه بس ما بيروح تفكيره ابعد من هيك، فحلو انه لقينا هدول الاوبشنز والخيارات. لامهاتنا في كتير قطع جولري ناعمه كتير حلوه، العطور دائما فكره حلوه، شفنا الست زي ما حكيتي تعون سكين كير كمان. فبحس لما تكوني بالمحل وينعرض عليك اكثر من اوبشن كتير تسهل عليك الخيارات، وجد بتلاقي شيء لكل حدا بدك تجيبي له هدية. حبيت انه حكيتي حزام لأبوكي أخوكي أو زوجك، كتير حلو. ناس بلاقوا الحزام يعني إشي مهم ودائما بدهم يشتروا، مش زينا إحنا بكون عنا تنتين ثلاثة وأنا بشوف من بابا وبنسة كمان بتنصدني بتشوفي عاملين، يعني بتقدر تشتريهم مع بعض البلت الحزام مع المحفظة مع الورق وأسعارهم الاثنين مع بعض ما بتصدق قديش مناسبة. وكمان فوق كل هذا الحكي الحزام بقلب على السايدين، يعني عندك السايد الأسود والسايد البني والبوكلة بتنفك، ويعني دبل فيس كتير حلو. بتحسوا الورد مهم مع الهدايا ولا لا؟ بالنسبه لي اهم الهديه الورد. اهم هديه كثير بحب الورد. مش بضلك تدوري هيك بالبوكيه انه بلكي في شيء جوا؟ هاي لابد منها. صراحه لورينا بتحبي الورد؟ طبعا مين ما بحب الورد. طب اوكي بنحب الورد بس هل هو مهم؟ الورد حلو ومعبر وكثير حلو انه ينجاب مع هديه، عشان هيك احنا اليوم رحنا على اللي صار، فخلينا نشوف شو لقينا. يلا خلينا نشوف مع بعض. محل اليسار هو تأسس في الأردن بسنة 1979 وهو فاميلي بزنس. بدأت الشركة طبعاً هي بالأردن وهلا هي انترناشونال، لها فروع بدبي وبالكويت وبقطر طبعاً، والفرع اللي موجود في الأردن. هلا بالأردن إنه فرعين كريتال، في موجود فرع بعبدون، في موجود فرع بأم أذينة. مصدر الزهور هو من هولندا طبعاً، كل أسبوع بتوصلنا شحنة هولندية فيها أنواع زهور ونباتات داخلية موجودة. في عنا كولكشن كتير كبيرة من النباتات والزهور. طبعاً مثل ما هو معروف إن هولندا هي مشهورة كتير بأنواع الزهور والنباتات، فعشان هيك إحنا مصدر الزهور تبعنا هو من هولندا. هلا الضيوف في عنا مختلف الأعمار، يعني في شباب، في صبايا، في الكبار بالعمر. طبعاً الحلو كمان إنه حتى الشباب عم بيهتموا بالتفاصيل، إنه عم بيجوا على المحل عارفين أنواع الزهور، أسماء الزهور، النباتات وكيف طريقة العناية فيها. فالضيف حالياً هلا صار في عنده وعي أكثر من قبل، إنه هو عم بيجي عنده خبرة وعارف شو الشيء اللي بده إياه. هلأ بالنسبة للأسعار، في عنا تشكيلة أسعار واسعة، يعني في عندي مختلف الأسعار حسب شو حجم التنسيقة والأنواع الزهور اللي مستعملينها بهاي التنسيقة، فعنا يعني تشكيلة واسعة من الأسعار. طبعاً هلأ في ضيوف بيجوا عندهم خبرة، هن حابين شو الأشياء اللي هن بدهم إياها، وفي ناس بيجوا بيطلبوا المشورة منا إيش الألوان اللي بتلبق مع بعض، إيش أنواع الزهور اللي بتزبط مع بعض. فطبعاً إحنا هون بصفي دورنا وإحنا كيف نساعد الضيف ليأخذ أحلى تنسيقة وبأحلى ألوان، وإحنا بننصحه كيف تطلع بأرتب طريقة. بالإضافة للريتيل عنا قسم مختص بالويدينج بلانينج، مسؤولين عن الأعراس كلها من A to Z، فلاورز، فرنتشر، لايتينج، ديكوريشن، أي شيء بخطر عبالك إله علاقة بالويدينج بلانر إحنا فينا نقدمه للضيف، حتى يجي على محل واحد يأخذ كل الخدمة اللي هو بده إياها اللي بتخص عرسه. في عنا كمان خدمة الأونلاين، إنه الضيف بيقدر يدخل على الويب سايت اللي هو alisarflowers.com، بيختار التنسيقة اللي هو حاببها، موجود كمان تشكيلة من التنسيقات مع الأسعار، فبيختار التنسيقة اللي هو بده إياها، بحط الأوردر، بحط الكارت، بحط كل التفاصيل اللي بده إياها عن طريق البيت أو في مكتبه، بيحصل على هاي الخدمة. يعطيك العافية على التقرير. الله يعافيك بنات، يعني ما أحلاه هيك، بفش القلب هيك، بنبسط الواحد وهو بتفرج مش هيك؟ طبعا الورد بشتاق للربيع. بشتاق للربيع فعلا. طب الشوكولاتة كمان مهم، هلا كنا عم نحكي احنا وعم نحضر
لورينا بين بين الهديه والورد والشوكولاته انا عندي شوكولاته نمبر 1 شوكولاته نمبر 1 اه 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 رزان اكتشفنا انه الورد نمبر 1 كله كلنا عم نعطي هنت هيك اللي عم بسمع يعني وحاب يجي بعدين بتعرفوا انا شو عامله انا بهذا اليوم عامله يعني كتب كتابي بهذا اليوم ليش حلو فعمليتها اصلا عشان الهديه تكون ايش ثقيله محرزه ثقيله محرزه برافو عليك يا الله بالنسبه لي دائما لما ينحكى على الورود بنحكى على الورود مع الشوكليت يعني دائما بتلاقي بوكس شوكليت مع ورود ما بتحسي ورود لحال او شوكليت لحال كثير حلوين مع بعض هديه يعني الهدايا عالم ما بعرف مش كل واحد بيعرف ايش يجيب بالضبط بتحسي مرات بيجيكي هدايا انه طب ايش اعمل بهذا الشيء صح لازم 100% بحس اهم شيء جد انه تكوني عارفه الحدا اللي عم تجيبي كثير منيح لازم تعرفي صح ومش تجيبي شيء عم تتخيلي يعجب الحدا جد كثير مرات بتخيل انه الشيء ممكن يعجب بكون عاجبني بس ما بيعجب الحدا اللي بجيب له فبالضبط فكثير كثير مهم انه تعرفي الحدا طب انت اذا حدا بده يجيب لك هديه يعني حدا مش شرط يمكن يكون ابوكي اخوكي شو بتحبي يجيك هديه واو وين ابلش بشكل عام جوليري شوكليت فلاورز لا بمزح الاشياء جد بحتاجها اذا هم بيعرفوني بيعرفوا مثلا انا كثير بحب الفوتوغرافي بحب هاي الاشياء فبحب حدا يجيب لي شيء بمجالي اني اشتغل صح فيه صح بالتصوير بالضبط او كمان اذا هم اغلى شيء اصلا فمنيح بالضبط نستغل الهديه او اكيد لو كان شيء مثلا بيعرفوا البرفيوم اللي انا بحبه الميك اب مثلا بدي اياه او شيء له خاص بالفاشن بحس شيء يربطوه بالاشياء اللي انا بحبها كثير بحب هذا الشيء حلو شخصي انا فانيسا بحب اكثر شيء الجولري يعني بحب اي شيء خصو بالجولري حلاق سنسيل اساور خواتم بعدين بجمع كل شيء بتقدري تلبسيه بيكون له معنى بحب الجدار زايد وبحسها قطعه دائمه ولها ذكرى بيكون دائما بهالعيد روزا رزان ما في شيء ما بحبه حبيبتي كل شيء اي شيء مقبول بس اذا صهيب بده يهديني بكون مهديت له قبل بسنه قبل بفتره يعني انه في هذا الشيء بكون المح انه هذا الشيء ناقصني بحب شيء محتاجيته عن جد فبكون امهد عشان تجيني الهديه بالضبط طيب ممتاز ان شاء الله بس تتجوزي فانيسا كمان بدي اسالك ايش بدك يجي لك هدايا مشان احنا نصير نلمح لجوزي